كربلاء مضيعينا بها زينب قالوا ميسرينا جينا ننشد كربلاء مضيعينا بها زينب قالوا ميسرينا ولا يسره ولا له واحد فزع وشال حد يضعونها بليل وقطع جينا ننشد وين ابو فاضل وقع ما تدلون الشريعه وين ما تدلون الشريعه وين يا ليلتي الحادي عشر آهش عظم هالليلة من جابوي الما يغدت ضج بحريم العين ركضت رقية للسقى ونادت لقاف يا سقاي لو تاخذ الماي وتريد لو للرمح تمشي ويا هاليوم ثالث والدي عطشان ما شارب ماي اغرف له بجفوف العذب بل جنا روغ ليله تاخذ الماي ولو مشيت من جفوفه يتبدى عمره 3 سنوات رقيه جفوفها صغار رقيه بعد تعبانه رقيه عطشانه رقيه خايفه رقيه تتراجف رقيه تاخذ الماي ولو مشت من جفوفها يتبدى ما بين ابوها والسقى تجيب الدرب وترد طفله وقلبها من العطش طفلة وغصنا من العطش ذبلان مثل الوردة ومن وصلت لذاك الرمح قلت عليها الحيلة حسين 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 حسين, 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 حسين